هو لما يجي لي في الامتحان سؤال عن الابيديميولوجي اللي هكتبه، يعني هيبقى السطرين لا لا، اللي مش عشرون هيجي ولا ايه؟ ابيديميولوجي. لا لا لا، مش هيجي ابيديميولوجي. هو هيختار حاجه من الابيديميولوجي اللي احنا بنقول عليها، لان ده ابيديميولوجي ده لونج كويشن، ما يجيش ابدا ليكم. ده شورت، تمام، يقول لك يعني كل بوزيتيف اللي اور بناخده نيجاتيف. وكل النقط ديت ابيديميولوجي، ويعني شورت مش كويشن، هيجي ايوه مثلا سؤال في شورت الامتحان كويشن. كامل ابيديميولوجي. لا طبعا ما يجيش سؤال كامل ابيديميولوجي، لا لا لا، يجي لك انا كوزيتيف كنت اورجانيزم. معتقد ان هو بس يقصد الديستريبيوشن مثلا والجيوغرافيك ارياز يعني لا، كده، يعني ده ابيديميولوجي اللي از طلع. ابيديميولوجي، زي ما قلت لك كده. اقول لو قال لك ديسكاس ذا ابيديميولوجي وده ما بيجيش خالص، معناه ان انت هترص كل الكلام اللي هقوله لغايه ما نوقف عند فين؟ بريفنشن اند كنترول. وده طبعا مستحيل يجي. احنا بنختار حاجه من العشره اللي انا قلتهم في تاني سلايد: كوزيتيف اورجانيزم، ريزرفوار، مود اوف ترانسميشن. واخد بالك؟ اه تمام حضرتك، طيب فهمت تمام. طيب نيجي هنا بقى على كوزيتيف اورجانيزم تاني، تو سام اب كده الكلام. هي جروب ايه؟ بيتا هيموليتيك ستريبتوكوكاي، اللي ليها اكثر من 130 سيرو تايبس. مفيش كروس اميونايزيشن بتوين السيرو تايبس. الاورجانيزم مودريتلي ريزيستنت اوتسايد ذا بودي. تتحفز كده اهو بالظبط، مودريتلي ريزيستنت اوتسايد ذا بودي. التو اكستريمز التانيين، يا اما يبقى فراجايل اوتسايد ذا بودي، ودي المننجوكوكاي اللي هنتكلم عنها كمان شويه، او يبقى ريلاتيفلي ريزيستنت اوتسايد ذا بودي، ودول زي التي بي بس اللار. يبقى احنا عندنا الثلاثه ايه فاريشنز بتاعت الريزيستنس اوتسايد ذا بودي: مودريتلي ريزيستنت اوتسايد ذا بودي، او فراجايل رابيدلي بيرشز اوتسايد ذا بودي، او ريلاتيفلي ريزيستنت اوتسايد ذا بودي. هنا بنتكلم معظم المايكرو اورجانيزم بتبقى مودريتلي ريزيستنت اوتسايد ذا بودي، الا اذا ذكر عكس ذلك. يبقى بعد كده على طول بنقول ان هي لكن ممكن readily destroyed by different methods of disinfection. الكيميكال disinfectants شغاله، البويلينج اوف ميلك، الباستورايزيشن اوف ميلك برضو بتقتل الستريبتوكوكاي. يبقى ده بالنسبه للكوزيتيف اورجانيزم. نيجي نتكلم على الريزرفوار. هنا عندي مان، مفيش انيمال ريزرفوار. المان هنا ان ذا فورم اوف كيسز وكاريرز. الكيسز هنا يا اما تيبيكال زي ما الكتاب واصف، يا اما اتيبيكال، ودايما السيفيريتي بتختلف. ممكن يبقى مايلد اتاك، ممكن مودريت، ممكن تبقى سيفير اتاك. الكاريرز عندي انكيوباتوري كارير، وفي كونفاليسنت كارير، وفي كونتاكت كارير. الانكيوباتري دوت كلنا عارفين طبعا الديفينيشن بتاعه، ده في اللاست بيريود بتاعه الانكيوبيشن. يعني هنا الانكيوبيشن قليله فيو دايز، يبقى ممكن في اخر يوم او اخر كام ساعه. الكونفاليسنت كارير ده بعد الشفاء في فتره النقاهه، خلاص اختفت المانيفستيشن تماما، مفيش ساينز مفيش سيمتومز، لكن بيتبقى ان المايكرو اورجانيزم بيفضل ويبقى ديسشارجد في الديسشارج النيزوفارينجال ديسشارج بتاعه الشخص اللي كان مريض. ادي الكونفاليسنت كارير. الكونتاكت كارير دوت شخص سليم كام ان كونتاكت ويز ا ريزرفوار واخد منه الانفكشن. الثلاثه طبعا في هذه المرحله اللي بنسميها كارير، زي ما انتم عارفين من الديفينيشن اوف كارير، دول هيلثي ما بيبانش عليهم اي اعراض. في لقوا ان 12% من الاطفال، خصوصا اطفال المدارس، زي ما هنقول كمان شويه ان موستلي بنشوف فيهم المرض، اكتر ايج جروب بتشاف فيه المرض من 5 ل 15 سنه، 12% من العيال كارينج الجروب اي بيتا هيموليتيك ستريبتوكوكاي في الفارنكس بتاعهم از ناتشرال انهابيتنت. يعني اقدر اقول ان في هيلثي كارير. يبقى دلوقتي عندنا كل انواع الكارير، انكيوباتوري وكونفاليسنت وكونتاكت، دول ريليتد للكيس. والهيلثي كارير ان هو 12% تقريبا من الاطفال عندهم المايكرو اورجانيزم في الفارينكس بتاعهم. صوت قطع.
بتكلم على الاكزيت بعد كده اوف مايكرو اورجانيزم، بقول ان هو بيطلع في النيزو فارينجيال ديسشارج عشان الفوكس بتبقى في النيزو فارينكس. البيريود اوف كوميونيكابيليتي انا اقدر استنتجها دلوقتي عندي في الـ في الستارت في الايه اخر فتره في الانكيوبيشن. ليه ها ليه البيريود اوف كوميونيكابيليتي بتبتدي في الانكيوبيشن بيريود؟ حد يجاوب. بالظبط كده، عشان في انكيوباتوري كارير، وطبعا all over the disease وto a variable period في الكونفاليسنس. ده انكيس طبعا انه الشخص اللي بتكلم عنه ده ما خدش تريتمنت، لان زي ما بعرف دلوقتي او هعرف ان التريتمنت greatly shorten the period of communicability. بدل ما تستمر اسابيع وقد تمتد في الكرونيك كونفاليسنت كارير لشهور، البيريود اوف كوميونيكابيليتي بتبقى شورت از 24 ساعه بس لو المريض اخذ البروبر انتيبايوتيك. شوفوا الفرق بقى بين اللي هياخد الاتاك من غير ما ياخد تريتمنت واللي فعلا هياخد التريتمنت ويهتم. يبقى دي برضو ادفانتج من التريتمنت المظبوط. يبقى علشان اعالج علشان يعني من الادفانتجز، انا قلت اتنين دلوقتي، اول واحده ان انا امنع الكومبليكيشنز واللي منها خطير وقد يؤدي الى هانديكابينج. تاني حاجه ان انا هقلل البيريود اوف كوميونيكابيليتي. اوكي ماشيين معايا؟ دول تو ادفانتجز كده للبروبر تريتمنت اوف الستريبت فارينجايتس اتاك. المودز اوف ترانسميشن بتيجي طبعا لو جالنا مود اوف ترانسميشن لدروبلت انفكشن. من فضلكم بلاقي بعض الاجابات يقول لي باي دروبلت انفكشن. طب ما هو معروف، يعني هل اما اجيب الستريبت فارنجايتس هيبقى مثلا بفود بورن؟ طب ما هو دروبلت انفكشن، ما احنا عارفين ان دروبلت. احنا عايزين الديتيلز بتاعه المود اوف ترانسميشن. من الجنرال اللي انتوا درستوه عرفنا ان الدروبلت انفكشن يا اما يبقى دايركت يا اما ان دايركت بي الكونتامينيتد ارتكلز وفومايز او اير بورن، او قد يكون في ملك في الموضوع. يبقى هنا عندي الثلاث انواع موجودين: دايركت دروبلت انفكشن. طبعا الكلام الديتيلز بتاعت الكلام دوت في الجنرال نرجع من فضلكم ونذاكر قبل ايه ما نبتدي نذاكر الديزيزز. الاندايركت دروبلت موجود والميلك موجود از فيهيكل فور ترانسميشن اوف انفكشن. طب الميلك دوت ده حاجه بتتشرب، يعني متوقع ان هو يعمل جاسترو انتستينال انفكشن. ايه اللي خلاه يعمل دروبلت انفكشن او respiratory tract infection اللي هو ستريبت تونسيلايتس او خدنا طبعا خدناها من خصائصه انه هو افندم. في حد بيتكلم؟ طيب الميلك اما بيتشرب بيعمل فيلم على منطقه التونسيلز والفارنكس. الميلك في الفيلم دوت لو هو كونتامينيتد وفي المايكرو اورجانيزم، المايكرو اورجانيزم هيعمل بيرسينج للتونسيلز والفارنكس ويعمل التونسيلايتس. اوكي علشان كده لازم نخلي بالنا ان الميلك اللي بيتشرب يبقى فري اوف كونتامينيشن، ويبقى يا اما بويلد يا اما استيرلايزد يعني اوتوكلافد او باستورايزد. دكتور اي فندم. دكتور لو يعني ووتر كونتامينيتد مش هيعمل انفكشن؟ لا 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 ما يعملش. تمام. الانكيوبيشن بيريد زي ما قلت هنا بتبقى ايام بسيطه من يومين لخمس ايام. طيب ايه بقى السسبتبيليتي فاكتورز والريزيستنس للمايكرو اورجانيزم؟ اول حاجه بقولها الايدج وانا قلتها من شويه. كل طبعا الايدجز ممكن يجي لها الاتاك اوف ستريبت فارنجايتس كل ايدج، لكن اكتر ايدج جروب بتبقى فيه الستريبت فارنجايتس مشكله ومتكرره هي السكول ايدج تشيلدرن من 5 ل 15 سنه. مفيش سكس ديفرنس هنا في الاتاكس. الاميونيتي زي ما قلت من شويه هي تايب سبيسيفيك،
يعني ايه تايب سبيسيفيك؟ يعني الشخص اخذ انهي سيروتايب من 130 سيروتايب يعقبه اميونيتي لهذا التايب فقط، عشان كده بنقول اميونيتي از تايب سبيسيفيك. طب ما اهميه ان انا قاعده اقول كل شويه ما فيش كروس اميونايزيشن والاميونيتي تايب سبيسيفيك؟ ادتني شكل معين للديزيز في الكوميونتي اللي هو ايه؟ ريبيتد اتاكس. كل شويه العيال، كل العيل بيجي له ريبيتد اتاكس، والام تيجي تقول لك انا لسه انا عالجته واديته المضاد الحيوي لمده 10 ايام زي ما الدكتور قال لي، ومع ذلك بعديها بكام اسبوع جاله تاني اتاك. اقول لها يبقى انا فاهمه ليه الاتاكس متكرره، لان السيروتايبس كتيره، وطبعا الانفايرومنتال كونديشنز اللي قاعد فيها العيل مش كويسه زي ما هقول حالا، فعشان كده دايما متعرض لسيروتايبس كتيره. يبقى الاميونيتي از تايب سبيسيفيك وريبيتد اتاكس مي اوكر ديو تو ماني سيروتايبس. طب يا ترى السوشيو ديموغرافيك والانفايرومنتال فاكتورز ليها كونتريبيوشن هنا في السستبتبيليتي للديزيز؟ طبعا بنقول الاوفر كراودنس والبور ليفنج كونديشنز اللي هو الخمسه والسته والسبعه اللي قاعدين في اوضه، الاوضه فيها شباك 30 سنتي ما بيتفتحش اساسا، كل دوت فاكتورز بتفيفر السبريد بتاع الانفكشن. بالاضافه طبعا للمال نيوتريشن، المال نيوتريشن ده عامل فاكتور كومن فاكتور في كل الانفكشوال ديزيزز، في انتراكشن بتوين مال نيوتريشن and infection. Malnutrition دايما predisposing لي أي infection، مش هقول هنا بس. يبقى أنا بقول ال overcrowdness، ال poor living conditions، ال malnutrition، وبالإضافة low health awareness. وطبعا ما فيش كاف اتيكيت بيحترم، زي ما طبعا الكلام ده دلوقتي عارفينه، لأن احنا بنحاول نوعي الناس دلوقتي على ازاي اما يجوا يعطسوا، ازاي اما يجوا يكحوا، ازاي لو حد عايز يمسح مناخيره ويعمل ايه في منديل، والمنديل يترمي في باسكت، الباسكت بتبقى في حتة معينة ومقفولة وبتترمي بطريقة معينة، نغسل ايدينا كويس، الكلام ده كله مفيش awareness بيه among the children وطبعا الفاميليز، فعشان كده ده كان من الفاكتورز اللي ادت لان ايه increased the risk of a repeated infections. مفيش health awareness، low health awareness. الكلينيكال فيتشرز بقول بيبقى فيه sudden onset of fever، الفيفر ممكن تعلى جدا قد تصل الى 40 درجه، مع اللي فاتح المايك لو سمحتوا اقفلوا المايكات. sudden onset of fever، الفيفر بنقول ممكن تبقى عاليه جدا 40 او اكتر، معاها طبعا بيبقى فيه constitutional manifestations، مع الفيفر بطبيعه الحال بيبقى فيه severe headache، بيبقى فيه anorexia، بيبقى فيه طبعا فتيج. بالنسبه للlocal manifestations بيبقى فيه sore throat، يعني بيبقى فيه الم في الفارنكس، بيبقى التونسلز congested edematous، بيبقى فيه طبعا cervical lymphadenitis. الcomplications دي نهتم بيها شوية لأنها ساعات بتيجي كسؤال، complications of untreated مثلا attacks of meningococcal meningitis. ايه هي الcomplications؟ في local complications وفي systemic اللي هي autoimmune complications. اللوكال complications ده نتيجة ان الانفكشن سرح للnearby tissues، يا اما طلع فوق عمل sinusitis، يا اما راح على الجنب عمل otitis media او mastoiditis، او نزل لتحت شوية عمل bronchitis او bronchopneumonia، peritonsillar abscess. يعني علشان ما فيش treatment بالproper antibiotic طبعا الميكروورجانيزم ممكن يسرح وايه في اي حتة في التيشوز المجاورة. دي اللوكال complications. السيستميك اوتو اميون complications دي بتحصل بعد الاتاك من اسبوعين لثلاث اسابيع، نبص نلاقي acute glomerulonephritis او acute rheumatic fever.
هنتكلم كلمتين على روماتيك فيفر وروماتيك هارت. كومبليكيشن اخر اللي هو الجاسترو انتستينال اتاكس او جاسترو انتستينال انفكشن، ده بيبقى سكندري انفكشن خصوصا في الانفنتس الصغيرين العيال الصغيره. ده بالنسبه للكومبليكيشنز. الدياجنوزز هيبقى ازاي؟ طبعا عندي الكلينيكال بيكتشر بتبقى طبعا سجستيف، الايزوليشن بثروت سوابنج وايزوليشن اوف اورجانيزم، او في بعض الكلينكس ما اعتقدش انها في مصر بيبقى في تيست سريع بياخدوا سواب من الثروت يعمل رابيد ديتكشن لانتيجين في المايكرو اورجانيزم، ده اسمه رابيد ستريبت او انتيجين ديتكشن تيست. ده بيبقى حاجة سريعة للدكتور ممكن يعرف ان الانفكشن دوت نتيجة الستريبت او ستريبت بيوجينز، او ان احنا نعمل انتي ستريبتولايسين او تتر يعني هنقيسه الانتي ستريبتولايسين او مرتين ونلاقيه رايزنج دوت انديكيتنج ريسنت ستريبت انفكشن. دي الميثودز اوف دياجنوزز. الديفرنشال دايجنوزز هنا بيدخل في امراض او اسباب كتيره قوي ومايكرو اورجانيزمز كتيره ممكن تعمل فارنجايتس، منها الفيرال منها اذر بكتيريا او حتى فانجل. الديفرنشال دايجنوزز المهم اللي كان عندنا وكنا دايما بنقول عليه هو ازاي نفرق بين الدفتيريا والستريبت فارنجايتس. ده طبعا قبل ما الدفتيريا دلوقتي تبقى ويل كنترولد بالكومبالسري فاكسينيشن اللي هي من ديكيدز شغاله في مصر، دلوقتي ما بنسمعش عن حد الحمد لله جاله دفتيريا. ده مرض خطير جدا، احنا كنا بندرسه للطلبه لفتره قريبه. الديفرنشال دايجنوزز اول ما الام العيل يجي له تونسيلايتس تفتح بقه وتشوف نقط بيضة بتترعب، احسن تكون دفتيريا. النقط البيضة ديت في الستريبت فارنجايتس عباره عن فص طالع من الفوليكلز بتاعه التونسلز، يعني ايه ديسشارج. الدكتور لو دخل ايده ومسح بقطنه على فورسبس هتطلع الباس دوت، هيطلع في ايه في ايده. لكن في الدفتيريا، الدفتيريا بقى بتتميز ان البيكتشر بيبقى فيه ويتش جريش ميمبرين على التونسلز. نقفل المايكات من فضلكم، في حد فتح المايك يا دكتور؟ طيب اللي فتح المايك مستمعني يعني ولا هو بيتكلم وبعيد كمان مش متابع المحاضره؟ اللي فتح المايك يقفل المايك. دكتور الظاهر مش منتبه على المايك، في واحد اسمه ابراهيم هشام اللي فتح المايك. دكتور ابراهيم يقفل المايك. دكتور كده تمام، بنتكلم على الديفرنشيشن بتوين الدفتيريا والستريبت فارنجايتس. بنقول انا بتكلم على لوكال مانيفستيشن الاول. هنا الدفتيريا بيبقى فيه ويتش جريش ميمبرين على التونسلز، الميمبرين ده عباره عن ديد تيشو ميكوزا ميته بالافكت بتاع التوكسين بتاع كوراني بكتيريوم ديفتيريا. لو الدكتور مد ايده بفورسبس وحب يشيل الممبرين ده هيطلع ببليدنج لانه هو جزء من التيشو لازق في اللي تحتيه، بخلاف الباس اللي في الستريبت انفكشن اللي انا ممكن اشيله بكل سهوله لانه اكسكريشن. بالنسبة للدفتيريا الفيفر لو جريد ما بتزيدش عن 38، والجنرال كونديشن في الدفتيريا بتبقى الطفل توكسيك حالته وحشة نتيجة التوكسيستي بتاعة المايكرو أورجانيزم، بخلاف الستريبت فارنجايتس العيل بتبقى حرارته عالية ومع ذلك الجنرال كونديشن بتاعته حلوة وممكن يبقى قاعد يتنطط. ده الديفرنشيشن المهم. بنخاف طبعا من الدفتيريا لان الممبرين اللي انا بقول عليه دوت ما بيلتزمش بالتونسلز بس، لا ده ممكن يمتد لورا، ورا فيه ايه؟ ورا فيه اللارينكس، ويسد لي فتحه اللارينكس يعمل لي سفوكيشن. علشان كده مرض الدفتيريا كانوا بيسموه
العامة يعني بمرض الخناء، لأنه بيخنق العيال. كانت لو حصل ده الدكتور بيفتح له فتحة في يعني تريكوستمي ايرجنت، يعني ايمرجنسي تريكوستمي كده، يفتح الايه علشان العيل يقدر يتنفس. بعد كده بالديفرنشال دايجنوز يبقى احنا خلصنا كلامنا على الابيديميولوجي اوف ستريبت فارنجايتس. يتبقى عندي البريفنتيف والكنترول ميجرز. زي ما خدنا من الجنرال كده، احنا دايما بنبتدي بالجنرال بريفنشن. جنرال بريفنشن، لو جالنا سؤال سبيسيفيك بريفنشن اوف كذا، ما تضيعوش وقتكم ان انتوا تكتبوا جنرال بريفنشن من فضلكم، لان احنا حتى ما بنبصش عليه. لو قال لك بريفنشن بس، يبقى لازم تكتب جنرال بريفنشن وسبيسيفيك بريفنشن، والجنرال بريفنشن ساعتها بيبقى عليها درجات. فنخلي بالنا السؤال عايز ايه بالظبط ونلتزم بيه. جنرال بريفنتيف ميجرز، حضرتك قلتي امتى مش بنكتب الجنرال؟ يعني لو قال السؤال جنرال بريفنشن، يعني ليست البريفنتيف ميجرز اوف كذا، المرض الفلاني، الديزيز الفلاني، بتكتبي جنرال بريفنشن وسبيسيفيك بريفنشن. لكن لو قال لك سبيسيفيك بريفنتيف ميجرز اوف ستريبت فارنجايتس، ما نكتبش الجنرال بريفنشن، يعني نلتزم اللي موجود في السؤال ده اللي انا قصدي عليه. الجنرال بريفنشن يبقى حاجات جنرال بتساهم في تقليل الريسك للاكسبوجر للانفكشن. احنا قلنا ان السوشيو ايكونوميك كونديشنز مهمه قوي، يبقى بنحاول نحسنها، امبروف السوشيو ايكونوميك كونديشنز. طبعا ده حاجه يعني لونج تيرم شويه، على بال ما نحسن مستوى الاجتماعي والاقتصادي للناس والكلام ده بياخد وقت، لكن طبعا هيبقى ليه. اما نعمل كده هنبقى في مصاف الدول المتقدمه، يبقى ما عندناش مشكله الاستريبت ديت انديميك عندنا. يبقى improvement of socio-economic conditions، يعني بحسن الـ overcrowdedness، بحسن الـ ventilation، الكلام ده كله. طبعا مع socio-economic أنا بحسن الـ immunity، علشان بحسن التغذية nutrition، adequate nutrition، يبقى الـ immunity هتتحسن، يبقى كل الـ infections هتقل. طالما الملك ظهر كفيهيكل فور ترانسميشن، لازم اتكلم عنه في الجنرال بريفنشن. لازم يبقى فيه ملك سانيتيشن، واي ملك نتناوله احنا او الولاد الصغيرين لازم اتاكد ان هو ايه سانيتري، يعني يا اما مبستر، يا اما مغلي كويس، يا اما ايه اوتوكلافد، اللي هو دلوقتي اللي هو بيتباع ده في العلب الكرتون، ده اسمها اوتوكلاف، بيبقى طبعا ما فيهوش حاجه سترلايزد. طبعا حاجه كومن في الجنرال بريفنشن لاي ديزيز، هيلث ايدوكيشن، انكريز الهيلث اويرنس اوف ذا بابليك بخصوص المشكله اللي قدامي ديت. انا عندي مشكله ستريبت فارنجايتس، ابتدي اوعي الناس واوعي العيال يعني ايه ستريبت فارنجايتس، ايه هي المانيفستيشنز بتاعته، اتجه للدكتور على طول علشان اخد العلاج، اهميه ان انا اخد الانتي بايوتيك البروبر دوز للادكوت تايم مش اقل من 10 ايام، واقول لهم الفايده ايه، اقول لهم ازاي يتعاملوا في اثناء الكف واثناء السنيزنج واثناء اللي هي بنسميه الكف اتيكيت، يعني كل ده في الهيلث ايدوكيشن. بالنسبة للسبيسيفيك بريفنتيف ميجرز، أنا عندي ثلاثة لاينز خدناهم في الجنرال، يا إما عندي كيمو بروفيلاكسز، يا إما عندي سيرو بروفيلاكسز، يا إما عندي فاكسينيشن. بالنسبة هنا في الستريبت فارنجايتس، أنا ما عنديش فاكسين، ما عنديش سيرو بروفيلاكسز، ما عنديش غير كيمو بروفيلاكسز. هنتكلم عن الكيمو بروفيلاكسس، نخلي بالنا هنا من فضلكم كويس قوي، علشان في نقطة هنا ما بتبقوش يعني فاهمينها شوية. الكيمو بروفيلاكسس عموما زي ما خدناه في الجنرال، ده أنا باخده بيفور إكسبوجر أو شورتلي أفتر إكسبوجر، عشان أمنع الأتاك لواحد اتعرض للإنفكشن وكان سسبتبل. هنا بنقول المشكلة among the school children every now and then في عيال بتاخد الاتاك. علشان اطبق الكلام ده صعب يا جماعة، صعب ان انا كل ما عيل في كلاس او عيل او اتنين يجيله استريبت فارنجايتس، اقوم رازعة الكلاس كله
كيمو بروفيلاكسز، يعني ادي له كورس كده اوف انتيبيوتيك بنسلين او اريثروميسين او كده، لا مش هينفع، لان كل شويه في اتاك. قلنا الريسك جروب اللي بيظهر فيه الاتاكس دايما من 5 إلى 15. امال الكيمو بروفيلاكسز هنا دوره ايه؟ الكيمو بروفيلاكسز هنا بدي للهاي ريسك كونتاكتس، للهاي ريسك انديفيدوالز. ليه؟ علشان مش عايزه يجيلهم ستريبت فارنجايتس او ستريبت ديزيز خالص. طب مين هم الهاي ريسك؟ الهاي ريسك دول اللي جالهم قبل كده روماتيك فيفر او اهملوا، وبعد روماتيك فيفر جالهم تاني روماتيك فيفر وحصل لهم اورجانيك فالفولار ديزيز، وبقى اسمهم عندهم روماتيك هارت. روماتيك هارت يعني اورجانيك فالفولار ليجن فولوينج روماتيك اتاكس. الناس ديت لازم تاخد ايمو بروفيلاكسز. الكيمو بروفيلاكسز هنا لونج اكتنج، بناخد دوز كبيره بانجكشن. البنسلين طبعا هو الدراج اوف تشويس، يا اما 1,200,000 انترناشونال يونت، يا اما نص الجرعه لو عيال صغيرين، بيتاخد يا اما كل اسبوعين في الشتاء لان ده السيزون بتاع المرض، او كل 3 أسابيع في الصيف. طب لمده قد ايه؟ لمدة 5 سنين أو لما يوصل 18 سنة، يعني الريجيمنز بتختلفة وكل شوية فيها تغيير. المهم العيل هيبقى كافرد بالأنتيبيوتيك بالبنسلين على طول. ليه؟ لأن هو متعرض على طول لإنفكشن والسيرو تايبس كتيرة ومفيش فاكسينيشن، يبقى أنا عايزة أحميه ما يجيلوش تاني ستريبت ديزيز، ما يجيلوش ستريبت إنفكشن. لأن لو حصل ستريبت انفكشن تاني وجاله واهمل وجاله روماتيك اتاك تانية، الحالة هتبقى ديتيريوريتد. فعلشان كده انا بحتفظ بالكيمو بروفيلاكسز للناس دي بالذات للهاي ريسك، وعرفنا مين هم الهاي ريسك. مفهوم الجزئية دي؟ من فضلكم بتيجي ما بتعرفوش تجاوبوها، وفي الشفوي بتتسألوا فيها ما بتعرفوش تجاوبوها، وانا بسأل في الجزئية دي في الشفوي، بحب بسأل فيها عشان اشوف مين فاهم الكلام. دكتور هو لو مش موجود في الكتاب، مش موجود غير الفاكسينيشن دي افندم. معلش هي اتكتبت بعديها بشويه في الميجرز فور كونتاكت، معلش صفحه 137 في صفحه 137 دكتوره، كل الكلام ده هتلاقوه موجود بس بعديها بشويه، لكن بيتقال في السبيسيفيك بريفنشن. بس نقول هو ليه ما اتحطش هنا؟ لانه مش لكل، ما بيتاخدش للكل، فعلشان كده نزلوه لتحت شويه. ما انا معترضه على كده عشان كده قلته هنا. فمن فضلكم لو جه السبيسيفيك بريفنشن، كويس ان انتوا ذكرتوا الحته دي، لازم يتقال الكيمو بروفيلاكسز بس الكونديشن اللي بيتاخد فيها. انا ما بديهوش لاي سسبتبل كونتاكت زي ما عرفنا، لا ده للهاي ريسك، وعرفنا مين هم الهاي ريسك. ماشي معايا؟ اللاين الثاني اللي هنا اللي مذكور عندكم بقى يعني برضو نقول تاني الجملة علشان نبقى عارفينها. كيمو بروفيلاكسيس is given to guard against repeated attacks of infection and rheumatic activity among mean rheumatic fever or rheumatic heart disease cases. هم دول اللي بياخدوا الكيمو بروفيلاكسيس. كيمو بروفيلاكسيس هنا مش 10 ايام ولا كلام من ده، لا ده بيمتد لسنين، يمتد بسنين. بناخد long acting doses، يا إما كل 3 أسابيع يا إما كل أسبوعين according to the season. الفاكسين برضو still under trial. في challenges facing production of vaccine against the strept pharyngitis. ايه هي التشالنجز؟ الماني سيروتايبس، هم عشان ينتجوا فاكسين افكتيف لازم يدخلوا السيروتايبس ديت، والا يبقى زي قلته. السيروتايبس كتيره، فهي دي برضو اوبستكل اجينست البرودكشن اوف فاكسين. الحاجه الثانيه ان هو خايفين ينتجوا فاكسين يبقى من ضمن الكومبليكيشنز بتاعته ان هو يعمل روماتيك اتاك او اكيوت روماتيك فيفر يعني. فلسه الفاكسينيشن ستيل اندر ترايل. يبقى كده خلصنا كلامنا على البريفنشن. بالنسبه للكنترول،
بيبقى عندي control of cases و control of contacts. بالنسبة لي control of cases ده طبعا اللاينز دي ماشيين عليها زي ما الجنرال بيقول، اول حاجه early case finding، نشخص بدري عندي health system مظبوط، بيشخص بدري عشان يعالج كويس عشان امنع complication. early case finding و proper treatment، اول ما بنشخص بنعمل notification على طول لمين؟ لمكتب الصحه. isolation بيبقى لو اخذ التريتمنت، قلنا في اول المحاضره الكوميونيكابيليتي بتبقى لمده قد ايه من التريتمنت؟ 24 ساعة وبيبقى loss non-infectious. يبقى لو أنا مطمنة إن هو الكونديشنز بتاعته كويسة وأخذ الانتيبيوتيك ومتأكدة إنه أخده مظبوط بالجرعة المظبوطة، يبقى خلال بعد يوم بيبقى non-infectious. أوكي؟ يبقى isolation usually at home، طبعاً at home مش ما بندخلوش مستشفى ولا حاجة، لمدة 24 ساعة after starting the proper antibiotic providing طبعاً إن general condition بتاعة الطفل كويس. وأثناء العلاج وبعد العلاج لازم يبقى فيه زي ما شفنا الconcurrent والterminal disinfection، دي حاجات عامة يعني في المانجمنت اوف كيس. التريتمنت لازم بدي بكتيريسايد النوت بكتيريوستاتيك دراجز، التشويس هنا للبنسلين. اورال بنسلين طبعا بديه في الاتاك لمده 10 نوت لس ذان 10 ايام تو افويد ديفلوبمنت اوف روماتيك فيبر. مهمه قوي دي يا جماعه ان احنا ننشر الوعي ده في الكوميونتي. اما يبقى في ستريبت انفكشن مفيش حاجه اسمها انا هخلص علبه المضاد، هخلص الـ غالبا بتاخد 3 ايام ونص او 4 بالكتير، بالنسبه للاطفال بتبقى شراب ما بيزيدش عن 4 ايام ويخلص. الام بتلاقي العيل بقى زي الفل تقول لا مش هجيب علبه تانية، منها ان هي ما تتكلفش ومنها ان عندهم اعتقاد ان خلاص العيل بقى كويس، ده الانتيبيوتيك بيضعف العيل خلاص ما فيش داعي فتقوم قطعه العلاج على كده. فاحنا كدكاتره اما نقابل الحالات دي هدفنا من الهيلث اديوكيشن ان نوعي الام انها تاخد المضاد بالادكوت دوز بالاوبتيمم دوز بالادكوت بيريود اللي هي نوت ليس ذان 10 ايام، واقول لها الهدف ايه انها تكمل ال 10 ايام. لو طبعا في البنسلين بنستعيد بيه بالاريثروميسين لو في طبعا هايبر سنسيتيفيتي للبنسلين. بالنسبه للكونتاكتس زي ما خدنا من الجنرال لازم نعمل انليستمنت لسته كده فيها الكونتاكتس كلهم للحاله، ايج والبيانات بتاعتهم، سنهم والسكس والاوكيوبيشن او لو هم في المدرسه او في البيت هاوس هولد كونتاكتس يعني بنحددهم. بديهم هيلث اديوكيشن طبعا علشان المره دي والمرات القادمه يقللوا من تعرضهم، ما هم الكونتاكتس نفسهم لو هم عرفوا يتعاملوا ازاي مع الحالات يتجنبوا الانفكشن ازاي، زي ما احنا دلوقتي كده ماشيين بالماسك ده احنا قد نكون كونتاكتس في اي لحظه قد نكون كونتاكتس، عشان كده لازم التباعد ولازم الفنتيليشن في المكان وما فيش اوفر كراودنس، ابعد عن الحالات اللي انت تعرفها او السسبكتد، الكلام ده كله في الهيلث اديوكيشن للكونتكست. الكونتكست هنا بقى كيمو بروفيلاكسيس فور هاي ريسك كلوز كونتكست، مين هم الهاي ريسك عرفناهم خلاص، اللي هم عندهم اللي جالهم اتاك اوف روماتيك فيفر قبل كده او عندهم روماتيك هارت ديزيز. مفهوم يا جماعه؟ عارفين ايه الفرق بين الروماتيك هارت ديزيز والروماتيك فيفر؟ علوم احنا حالا هنتكلم عن الموضوع ده شويه كده وهتكلم عنه. يبقى البروتكشن باي كيمو بروفيلاكسيس للهاي ريسك كلوز كونتاكتس وليس لكل الكونتاكتس. هنتكلم بعد كده عن السكارلت فيفر، ده ستريبت انفكشن برضو يعني لا يعتبر مرض جديد او انفكشن جديد، لا هو ستريبت ديزيز لكن البيكتشر بتاعته مختلفه شويه، لكن هو الابيديميولوجي كله واحد ذا سيم بخلاف البيكتشر اللي انا هقولها دلوقتي. ليه؟ لان السكارلت فيفر بتيجي نتيجه سيروتايب بيفرز إريثروجينيك توكسن، يعني إريثروجينيك يعني بيعمل إريثما، إريثما ديت يا إما على الميوكس ميمبرين وبنسميها إنانثم
أو على السكين وبنسميها إكزانسم. هتلاقوا الكلمتين دول عندكم عشان تعرفوا يعني إيه إنانسم وإكزانسم. يبقى لو هو ستريبت إنفكشن بسيروتايب بيفرز إريثروجينيك توكسين بسميها سكارلت فيفر. الديزيز دوت يا إما يجي سبرادك يعني في اندامك بيبقى اندامك في المكان وبتظهر سبرادك كيسز, أو في إبيدامك فورم بيظهر, أو حتى أوت بريك في كلوزد كوميونيتي. برضو ديزيز اوف تشايلدهود, ولو سبرادك كيسز يبقى موجود أول أوفر زير, لكن بنقول برضو إن هو مور كومن زي معظم الدروبلت انفكشنز ليت وينتر وإيرلي سبرينج. لو هتكلم على الكلينيكال بيكتشر بتاعته بقول بيبقى فيه فيفر فوكس اوف ستريبت انفكشن. الفوكس ديت ممكن تبقى اني وير. انا قلت في الاول ان الستريبت انفكشن بيبقى في اجزاء كتيره ممكن تصاب بالستريبت ستريبت بايوجينز, لكن مع الفوكس ديت يعني قد يكون تولسل, قد يكون سكين انفكشن, قد يكون بيربرال سيبسز, بيبقى معاه راش زي ما قلت, لان الاسترين اللي اصيب بيها الشخص دوت بتفرز اريثروجينيك توكسين. اوكي, هو توكسين واحد ليس له سيرو تايبس, نخلي بالنا. الراش دوت قلنا انانسم وجذانسم يوجوالي بانكتت بلانشينج اون بريشر, يعني نقط صغيره حمراء لو دست عليها بتبيض, دي اللي بنسميها بانكتد بلانشينج اون بريشر. التنج بيبقى شكله شبه افندم. معلش, ايه الفرق بين الانانتيوم والاكزانتيوم؟ الانانسم من 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 كلمه كده, ان يعني جوه, اكز يعني بره, انانسم على الميوكس ميمبرنز, الاكزانسم على السكين. اوكي, طيب قلنا بيبقى شبه الفراوله, بنقول عليه استروبري تانج. ليه؟ لانه بيبقى ايديمتس وكونجستد يعني ريد, والبابيلي بتاعت التانج بتبقى ظاهره واضحه من الكونجيشن ومن الايديما, فبيبقى شبه الفراوله. وبيبقى حوالين البق السكين حوالين البق الفم بيبقى بيل, بنسمي ده سيركم اورال بالور, يعني سيركم يعني محاط بالفم, محاط بمنطقة بيل. رغم ان السكارلت فيفر هي ستريبت انفكشن, لكن ما بنشوفهاش. يعني لو سألتوا نفسكم كده يا ترى سمعنا عن حد جاله سكارلت فيفر, هنلاقي ما فيش خالص. انا شخصيا ما سمعتش غير يمكن مرة في حياتي عن طفل جاله سكارلت فيفر. يا ترى السبب ايه؟ في اسباب فولس واسباب ترو. الاسباب الفولس ان يبقى في اندر ريبورتنج اوف كيسز, يعني الحالات بتروح العيادات الخاصه, ما فيش عياده خاصه ابدا اعرفها او اتخيلها اما بتيجي انفكشوس ديزيز بتبلغ مكتب الصحه. يبقى اذا الاحصائيات اللي هتطلع لنا على السكارلت فيفر هيبقى ما فيش سكارلت فيفر الا اذا كان الشخص العيل دوت راحوا لمكاتب سوري اللي هي مراكز الصحه, يبقى under reporting of cases. او الدكاترة راح لهم الحالة ما شخصوهاش, ما عرفوش يشخصوها, ادوا لقوا infection وخلاص في التونسلز, ادوا المضاد والعيل خف وخلاص, واتكتبت ايه strip. او افندم دكتور الصوت بيقطع, الصوت بيقطع, طب انا اعمل ايه؟ سامعيني كده دكتور؟ الصوت راح عند الاندرنوست. نعم, انا ما اتحركتش, ما حصلش حاجه يعني عندي. انتوا سامعين دلوقتي ولا مش سامعين؟ دلوقتي سامعين حضرتك يا دكتور. طيب اوكي, كنا بنقول ليه السكارلت فيفر اوف لو بريفالنس ان ايجيبت, يا اما اندر ريبورتنج اوف كيسز, الدكاتره ما بيبلغوش مكاتب الصحه واحنا احصائياتنا بنستمدها من مكاتب الصحه من وزاره الصحه, او ميسنج اور اندايجنوزد كيسز اللي هي ما بتتشخصش مظبوط, او نتيجه الريبيتد سب كلينيكال انفكشن تو اريثروجينيك سترين. السترين اللي انا قلت عليها اللي بتفرز الاريثروجينيك توكسين خدها العيال
نتيجة ريبيتد سب كلينيكال انفكشن، بنوا الاميونيتي ليها فمش هيظهر عليهم الراش ومش هي مش هيجي لهم السكارلت فيفر بالمنظر اللي احنا عارفينه. يبقى دي اسباب ان احنا ما بنشوفش السكارلت فيفر كتير. غير كده الابيديميولوجي واحد، البريفنشن والكنترول واحد، هي نفسها استريبت انفكشن. كلمتين هقولهم على الروماتيك فيفر، بنقول ان هي نان سابيرتيف سيستميك اوتو اميون كومبليكيشن بتعقب الجروب A بيتا هيموليتيك ستريبتوكوكا، وطبعا بتشكل بابليك هيلث بروبلم في الديفلوبينج وورد. ليه؟ لان انا عندي في الديفلوبينج وورد الستريبت انفكشن موجود انديميك، والستريبت انفكشن نتيجه ان هو ما فيش هيلث اويرنس، ما بيتعالجش كويس، فقد يعقبه الروماتيك الاتاكس المتكرره ديت في العيال، قد يعقبها روماتيك فيفر. فعشان كده بتشكل مشكله في الديفلوبينج وورلد. في مصر الاحصائيه اللي عندنا بتقول ان among school children البريفلنس اوف روماتيك هارت ديزيزز، خلوا بالكم انا بتكلم هنا على روماتيك هارت ديزيز وليس روماتيك فيفر، بتوصل حوالي 3.4 لكل 1000 طفل. احنا يعني طبعا عارفين، مش عارفه انتوا خدتوها في حته ولا لا، روماتيك فيفر وروماتيك هارت ديزيز ده هانديكابينج كونديشن ديسترب النورمال بروسيس اوف ديفلوبمنت للطفل دوت، فيزيكال وبيرسونال وسوشيال وكوجنيتيف ومورال، كل الاسبيكتس بتاعه الطفل ده بتتاثر وبتقلل الابيليتيز او الكابابيليتيز بتاعه الشخص اللي بيصاب بيها. لو قلت susceptibility بتاعتها هي مش هتختلف قوي عن لانها بتعقب الاتاك بتاعت الستريبت، فبقول ان هي برضو اكتر حاجة بتظهر في العيال من 5 لـ 15، لانها الجروب دوت هو اللي بيعاني اكتر من الستريبت. السكس ما فيش اختلاف في الانسلنس، لكن الاختلاف في المانيفستيشن اللي بتظهر، الفيميلز بتبقى اكتر فيهم الكوريا والمايترال ستينوزيس دان الميلز. يا ترى في جيناتيك بريديسبوزيشن لروماتيك فيفر؟ في الدراسات اللي اتعملت قالوا فعلا في جيناتيك سسبتبيليتي دي اسوشيتد مع سيرتن هيستو كومباتيبيليتي انجنز، بتخلي فعلا في سسبتبيليتي لسيرتن انديفيديوالز، عشان كده ممكن نلاقي اكتر من حد في الفاميلي عنده الروماتيك فيفر موجوده. طبعا الانفايرمنت بنقول اكتر في الوينتر، وعارفين ليه، لان الاتاكس بتاعت الستريبت بتبقى اكتر في الوينتر، وبرضو ريليتد للو سوشيو ايكونوميك بوبوليشن، لان اللي فيها اللو سوشيو ايكونوميك استراتا من البوبوليشن هي اللي فيها اكتر ايه الستريبت انفكشن. البريفنشن بتاع لو انا عايزه امنع الروماتيك فيفر، طبعا احنا مش هنحفظ، احنا طالما فهمنا الستريبت اقدر اقول البريفنشن، امنع البريفنشن بتاع الروماتيك فيفر امنعه ازاي. انا لو عملت بريفنشن كويس للستريبت انفكشن انا مش هشوف روماتيك فيفر عندي ولا هشوف روماتيك هارت ديزيز. يبقى هبتدي من فوق خالص كده، جنرال بريفنشن اوف ستريبت انفكشن. اوكي، كل الميجرز اللي انا قلتها في الجنرال بريفنشن اوف ستريبت انفكشن هقولها هنا، ادي الجنرال بريفنشن. لكن نظرا لانه جنرال بريفنشن طبعا مش 100% افكتيف، فلازم هشوف حالات من الستريبت ديزيز. طيب علشان انا هشوف لازم حالات، علشان امنع ان انا اشوف بقى، احنا لسه في البريفنشن هنا، اشوف روماتيك فيفر اعمل ايه؟ زي ما قلت وكررت 100 مره، adequate and proper therapy of strept infection. كل ما الطفل يجي له strept infection اديله الانتيبيوتيك مش اقل من 10 ايام. لو عملت كده مش هشوف روماتيك فيفر. لو كان بقى الام ريلاكتنت او الهيلث سيستم مش كويس وحصل disruption للانتيبيوتيك او كده، وحصل ان في روماتيك فيفر جت مره، هدفي بقى أقف هنا أمنع other attack of rheumatic fever. نخلي بالنا من النقطة دي، أول attack of rheumatic fever من رحمة ربنا بالأطفال دي إنها بتعدي من غير ما تسيب organic lesion في الهارت بتاع العيال. لكن لو أنا بقى كنت مهملة وسمحت إن الروماتيك فيفر دي تيجي مرة واثنين، هيحصل organic lesion. علشان كده
الاطفال اللي جات لهم روماتيك فيفر حاجه ميجر بقى هنا مهم جدا ان انا اعمل ايه اديهم ايه. خلاص عرفنا بقى دول هيمشوا على ايه الكيمو بروفيلاكسيس لونج اكتنج بنسلين. نخلي بالنا من النقطه دي قوي. لو بقى كان في اهمال شديد قوي وكان في كيسز اوف روماتيك هارت بقى ده اللي هيعوزه مانجمنت فولو اب على طول بياخدوا بروبر انتيبيوتيك قبل اي عمليه علشان السب اكيوت بكتيريا اندوكاردايتس. قد يحتاجوا ريهابيليتيشن قد يحتاجوا سيرجري يعني اكوردنج طبعا للكونديشن والفانكشن بتاعه الهارت شكلها ايه. بنقول special care during any minor operations عشان البكتيريا subacute bacterial endocarditis وطبعا الفولو اب باستمرار مدى الحياه طبعا ورهابيليتيشن ولو محتاجين surgical operation وكانت feasible ان هم يعملوها بيعملوها. ده الكلام عن الروماتيك فيفر وازاي امنعها انها تحدث. كده نبقى خلصنا كلامنا يا دكتور. لا انا مش سامعة كويس. هو انا لما اكتب الجنرال لا مش سامعة. لما اكتب الجنرال بريفنشن المفروض جنرال بريفنشن بتاع الدروبلت انفكشن اكتب بالتفصيل بعد كده الخطوات ولا اكتب بس الجملة الاساسية وخلاص؟ والله على حسب يعني طبعا يعني على حسب الدرجات بتاعت السؤال. يعني لو لقيتي درجات قليله وهو انت بتتكلمي على السؤال هيقول لك ايه بريفنشن اوف روماتيك فيفر مثلا ولا في الجنرال بريفنشن لو جالك بريفنشن لديزيز. لا البريفنشن مثلا بتاع الروماتيك فيفر فانا كتبت اول حاجه جنرال بريفنشن بتاع الدروبلت انفيكشنز بعد كده اكتب التفصيل بس كده بس بوينتس كده ده هم 3 4 بوينتس في ثانيه هيكتبوا. طبعا احسن ان انت تكتبيهم في بوينتس. اوكي هو تمام ماشي. بعد كده هنتكلم على المينينجايتس. المينينجايتس هي انفلاميشن اوف دكتور معلش هي النسبه اللي دكتور هي النسبة اللي يكون عندهم روماتيك فيفر يعني كم إذا ما تعالجوا كويس يعني تكون نسبة كبيرة ولا يعني كده نسبة لا مش فاهمة نسبة بتاعت إيه دكتور نسبة اللي يعني develop روماتيك فيفر أنت قصدك النسبة اللي جالهم ستريبت فارنجايتس اللي هيعقبوا روماتيك فيفر لو ما تعالجوش قصدك كده كده دكتور لا ما عندناش الحكايه يعني ما عندناش النسبه دي ما عندناش النسبه دي وما تقدرش تتوقعها لان بيدخل فيها عوامل تانية زي ما قلت لك ان في جينيتك فاكتور فما نقدرش نتوقعها. لكن طبعا لو في جينيتك بريديسبوزيشن وفي اتاكس متكرره من الانفكشن طبعا النسبه بتعلى او الريسك بيعلى مع طبعا عدم وجود البروبر تريتمنت. تمام دكتور. البنسلين نديله يعني كم يعني هو بنقول لونج اكتنج يعني كم يعني على مدار كم يوم او كم الفتره لا ما هو لونج ما انا قلت لحضرتك ده 1,200,000 انترناشونال يونت ده باي انجكشن يعني ده لونج اكتنج. لونج اكتنج ليه؟ لان انا ما باخدوش كل يوم انا قلت ان هو يا اما كل اسبوعين في الشتاء او كل 3 اسابيع في الصيف. يعني كل 3 اسابيع ندي اللي هو مثلا او في الصيف يعني 1,200 وحده مليون ايوه ومتين. تمام دكتور. ايوه 1,200,000 انترناشونال يونت. اوكي تمام دكتور. تمام دكتور. طيب. شكرا المينينجايتس ايوه اتفضل. معلش بس انا النت فصل عندي فكنت عايز اعرف الفرق بين الريوماتيك فيفر والريوماتيك هارت ديزيز. روماتيك فيفر دوت اكيوت اتاك بيبقى فيه ليها مانيفستيشن وبتعدي بالتريتمنت وبيعقبها ان ما بيحصلش افكشن للهارت اورجانيك ليجن في الهارت. اوكي لكن لو اتكررت بيحصل بقى اورجانيك ليجن لمايترال ستينوزز مش عارفه ترايكاسبيد ريجرج يعني بيحصل فالفولار ليجن بتفضل على طول بيبقى القلب متاثر على طول. لكن لو وان اتاك اوف روماتيك فيفر واتعالجت دي اكيوت انسيدنت وبتعدي
من غير ما تسيب أي أثر في الهارت. لكن لما نقول روماتيك هارت ديزيز ده يعني بتكلم على ليجن موجودة في الهارت فوريفر. اوكي تمام يا دكتور شكرا. طيب المنينجايتس بنقول ان هو انفلاميشن اوف منينجال ميمبرين اللي سراوندنج البرين والسباينال كورد. منينجايتس برضو اوف وورلد وايد ديستريبيوشن. يعني انا هاخد طبعا المنينجوكوكال منينجايتس بس كلمتين كده الاول على المنينجايتس. بقول ان هي الكوزيتيف ايجنتس بتاعتها كتيره جدا، ممكن تبقى فايرال، ممكن تبقى بكتيريال، ممكن تبقى فانجل، والفايرال برضو جواها انواع كتيره من الفيروسز، ممكن الفيروس اوف مامس او الانتيرو فيروسز الادينو فيروسز بتاع الهربس سيمبلكس فيروس ادينو فيروسز، كل دول ممكن يؤدوا الى منينجايتس بنسميها فيرال مننجايتس او اسيبتك مننجايتس او سيروس مننجايتس، كلها مسميات لحاجه واحده بس اللي هي فيرال مننجايتس. في بكتيريال ايجنتس بتعمل مننجايتس اهمهم عندي ثلاثه، الستريبتونوموني وهيموفلس انفلونزا ونايسيريا مننجيتيدس، وفي فانجل مننجايتس. يبقى ده كده كلام عام الاول عن المننجايتس والكوزيتيف ايجنتس بتاعتها. احنا نعرف انها كتيره. بنركز كلامنا بقى على البكتيريا المننجايتس، بنقول ان هي less common but more serious than المننجايتس caused by viruses. يبقى مش زي ما احنا نعرف ان كل مننجايتس لازم تبقى بكتيريال او تبقى مننجوكوكال اللي احنا درسناها، لا. في حالات كتير جدا المننجايتس اللي بتيجي بتبقى فيرال مننجايتس اكتر من ان انا بشوف بكتيريا، يعني الاكتر اللي انا اشوفه فيرال مننجايتس. لكن في نفس الوقت البكتيريا المننجايتس رغم انها اقل في الحدوث لكن بتبقى مور سيريس. واكتر بكتيريا بريفلنت في المننجايتس هي الهيموفلس انفلونزا تايب بي بكتيريا، دي اللي بنشوفها اكتر بتعمل في التشايلد هود مننجايتس. لكن النايسيريا مننجيتيتس من خصائصها انها ليها البوتنشال انها تعمل لارج ايبيديميكس، علشان كده اما بقول ايبيديميك مننجايتس من غير ما اقول حتى ان هي مننجوكوكال مننجايتس يبقى انا على طول ابقى بقصد المننجايتس كوزد باي نايسيريا مننجيتيتس، لانها الوحيده اللي ممكن تعمل ايبيديميكس في الكوميونتي. هندخل بقى في كلامنا مور سبيسيفيك على المننجوكوكال مننجايتس. المسمى الاخر بتاعها ايبيديميك مننجايتس او سيريبروسباينال فيفر. بنقول اكيوت بكتيريال ديزيز، برضو الديستريبيوشن بتاعها وورلد وايد، موجوده في كل انحاء العالم. طبعا هي انديميك في اماكن وبنسميها المننجايتس بيلت زي ما هتكلم كمان شويه، موجوده في اماكن اكتر من غيرها في العالم. وطبعا الاماكن اللي ليس ديفلوبد او الاندر ديفلوبد او الديفلوبينج اكتر منها من الاماكن اللي هي الديفلوبد كونتريز. قبل طبعا في دلوقتي الفاكسينيشن براكتست في ايجيبت وفي انحاء كتيره من العالم من فتره، فقبل الفاكسينيشن ده ما يبقى موجود كانت الإبيديميكس من المننجوكوكال مننجايتس بتظهر كل 10 سنين. علشان كده أما أرسم جراف بيمثل الزمن مع عدد الحالات أبص ألاقي الجراف دوت شكله كنا بنسميه سيكولار ترند. سيكولار يعني إيه؟ الجراف العدد الحالات ماشي قليل وبعد 10 سنين أبص ألاقي قفزة في عدد الحالات، عاملة كده زي عارفين البل بتاع النورمال ديستريبيوشن بس طالع لفوق ونازل كده وينزل تاني، الحالات بعديها تقل لمدة العشر سنين اللي بعد كده، وبنهاية العشر سنين تظهر تاني الإبيديميك. ده اللي بنسميها سيكولار ترند، ده قبل ما يحصل الفاكسينيشن تبقى براكتست يعني لفترة ما بقاش فيها السيكولار ترند ده موجود. الكوزيتيف ايجنت مش معنى عشر سنين عن الاكيوميليشن اوف السسبتبل انديفيديوالز، يعني بعد 10 سنين كده بعد الاتاكس الايفري ناو اند ذن الحالات بتبقى ايه بتعقبها اميونيتي، يعني بتبقى في اميونيتي في المجتمع على بال ما تتجمع حالات بتظهر كل 10 سنين.
فده اللي كان بيظهر عندنا اما بنرسم الجراف العدد الحالات مع السن يعني او الزمن. الكوزيتيف ايجنتس بنسميها نايسيريا مننجيتيزس، خلوا بالكم من النومنكليتشر العلمي وليس مننجوكوكاي، زي ما قلت في اول المحاضره ده اسمها نايسيريا مننجيتيزس. ليها انواع ليها انواع according to polysaccharide capsular antigen، بتتقسم لانواع A, B, C, X, Y, Z, E 29, W 135. طب كويس، بدام قلت في انواع يبقى على طول هذكر بعدها ايه يا ترى في cross immunization between الانواع دي؟ لا مفيش cross immunization، يبقى زي الستريبت وانواعها ال 130 او الاكتر برضه مفيش cross immunization between الانواع دي. طب what about the resistance outside the body؟ بنقول ان هي فراجايل اورجانيزم، يبقى ده اكسبشن من معظم المايكرو اورجانيزم اللي هي قلنا عليها ايه moderately resistant outside the body. بنقول هنا ايه فراجايل اورجانيزم rapidly perishes يعني rapidly destroyed outside the body، ما بتقدرش تحمل الاختلاف في درجات الحراره بره الجسم عشان كده بتموت على طول. إيه لو جينا شفنا الجروب ايه لقينا ان هي بتبقى ريسبونسبل للابيديميك سبريد، وحديثا لقوا الدبليو 135 كمان بتبقى انفولفد في احداث الابيديميكس، يبقى الابيديميكس عندنا معناها جروب ايه او دبليو 135. انما الانديميك كيسز اللي هي بتظهر كسبرادك افري ناو اند ذن ده بتسببها جروب بي اند سي. زي ما قلت الأماكن اللي فيها rates of disease عالية قوي في منطقة في أفريقيا اسمها meningitis belt في الساب سهران أفريكا، بتمتد من السنغال في الغرب لغاية أثيوبيا في الشرق، تشمل تقريبا 26 دولة. لو جيت أتكلم على الريزرفوار هنا هيومن بس ماشي بعد إذن حضرتك. ايوه اتفضل. هو مش المفروض انها يعني البكتيريا بتموت لما التمبريتشر يكون عالي يعني او كده خارج الجسم؟ أيوة. طب هي ازاي بتكون الريت بتاعها عالي في المناطق ديت؟ ايه بقى؟ لان هنا الترانسميشن دايركت دروبلت انفكشن، هي ما بتقعدش في الانفايرمنت حضرتك زي ما لسه هنيجي نقول دلوقتي، اصبر عليا كده وهنشوف. تمام حضرتك تمام. الـ بنقول هنا الريزرفوار هيومن بس ما فيش انيمال ان ذا فورم اوف كيسز وكاريرز. احنا بنقول هنا ان لو جيت شفت البوبوليشن في الانديميك ارياز الاقي من 5-10% من البوبوليشن عندهم المننجوكوكاي موجوده في النيزوفارنكس، يبقى ديار نيزوفارنجال كاريرز من 5-10% شايلين المننجوكوكاي في النيزوفارنكس بتاعتهم. النسبه دي لو بتابعها على مدار السنه لو لقيتها زادت ل 20% على طول اضرب جرس الانذار واقول خلوا بالكم نسبه النيزوفارنجال كاريرز زادت ل 20% and this indicates threatening epidemic على وشك الحدوث. اثناء الابيديميك بقى اللي هو موجود فعلا ببص الاقي النسبه دي وصلت ل 80%، يبقى انا بمتابعتي لنسبه الكارير النيزوفارنجال كارير في الكوميونتي اقدر اشوف الستيت اوف الديزيز في الكوميونتي. لو الكارير من 5-10% من البوبوليشن يبقى انا في السيف سايد، لقيت النسبه دي قاعده تزيد ووصلت 20% يبقى في ابيديميك هيحصل. اثناء بقى الابيديميك فعلا الاقي النسبه دي تخطت الكلام دوت وممكن توصل ل 80%. ده كلامنا على دكتور ازاي اصلا نعرف الكاريرز ان هم اصلا مش باين عليهم اي اعراض، يعني ايه اللي هيعرفني ان الكاريرز وصلوا 20%؟ احنا هنتبعها بسوابنج، مش ابص للانسان اعرف اذا كان كارير ولا لا، يعني عشوائية يعني احنا مش عن في سيرفيلانس كده للديزيزز المختلفه في الكوميونتي؟ خدتوا الديزيز سيرفيلانس؟
ايوه حاجه اسمها سيرفيلانس للديزيز، ده غير بتاع السيرفيلانس للكونتاكس. خلوا بالكم السيرفيلانس اللي هو الدرس اللي عندكم اعتقد في اخر الجنرال، في سيرفيلانس يعني تتبع حاله الامراض المختلفه المعديه في الكوميونتي. بنعمله ازاي هنا في المينجوال اللي هو الباسيف، الباسيف سيرفيلانس ده انواع بقى مش هندخل فيها. انا بتكلم دلوقتي هنا انا لو عايزه اشوف الكوميونتي بتاعتي اخبار المينينجايتس فيها ايه، ما انت ما انا مش همشي ابص للناس واقول اه ده كارير وده مش ده كارير، ده الكاريرز دول ما بيبانش عليهم حاجه اوكي. لكن بالسوابنج نيزو فارنجال سوابنج هاخد عينه من الكوميونتي واشوف نسبه اللي عندهم المايكرو اورجانيزم في النيزو فارنكس كام اوكي. لو انا خدتها دوريه كده اقدر اعرف حاله الديزيز في الكوميونتي بتاعي، حاله مطمئنه ولا انا على وشك ان يحصل لي ايبيديميك. تمام شكرا جدا يا دكتور. شكرا طيب. جدا. يبقى نخلي بالنا عشان السؤال ده بيجي كتير، الريزرفوار اوف منينجوكوكال منينجايتس او الايبيديميك منينجايتس، بنتكلم على حته نسبه الكارير في الكوميونتي دي. بقول ان انا عندي هيومن ريزرفوار ان ذا فورم اوف كيسز، ونتكلم برضو ان الكيسز قد تكون تيبيكال وتيبيكال وقد تكون مايلد ومودريت وممكن سيفير وفالمينيتنج وهايلي فيتال. وبالنسبه للكاريرز هقول النسب بتاعتها المختلفه. الاكزيت في النيزو فارنجيال ديسشارج، البيريود اوف كوميونيكابيليتي قد ايه الشخص الريزرفوار ده بيفضل كوميونيكابل او انفكشوس. سو لونج المينينجوكوكاي بريزنت في الديسشارج في كوميونيكابيليتي اوكي. طول ما المينينجوكوكاي موجوده في النيزو فارنجيال ديسشارج اللي خارجه يبقى في كوميونيكابيليتي خلاص. قد ايه مش محدد، لكن هي مش طويله يعني ما فيش. انا عايزه اقول لكم حاجه، النسب اللي انا قلت عليها دي من 5 ل 10 وكلام من ده، دول مش ناس بيفضلوا كارير فور ايفر. لا، هو اللي بيحصل ان هي بيبقوا كارير لمده مثلا اسابيع، مثلا 8 اسابيع 10 اسابيع، وبعدين يحصل ووشنج للمايكرو اورجانيزم يروح لنسبه لناس تانية. لكن في العموم النسبه بتوصل من 5 ل 10%. علشان كده الكوميونيكابيليتي مش عشان واحد كارير يفضل كارير على طول، لا، لكن هو بيحصل ووشنج للمايكرو اورجانيزم ويروح لحد تاني وهكذا، العمليه دايناميك يعني. لكن بنقول في الاخر لو اخذ التريتمنت الكوميونيكابيليتي برضو بتبقى شورت قوي، within 24 ساعة ايه بتختفي الكوميونيكابيليتي او الانفكتيفيتي بتنتهي زي ما قلنا بالظبط في الاستربت. المودز اوف ترانسميشن نخلي بالنا بتيجي كتيرة جدا، وببقى عايزة اشوف اجابة معينة، لو ما شفتهاش ما بديش الدرجة. اللي هي ايه؟ زي ما قلت انا عندي انواع من الترانسميشن في الدروبلت، عندي دايركت وعندي اندايركت وعندي ميلك، بشوف الديزيز ده فيه ايه وانهي اكتر نوع مهم. انا هنا بقول دايركت دروبلت بكتب جنبيها it is the main method of transmission، واقول ليه؟ لان المايكرو اورجانيزم is fragile rapidly perishes outside the body، علشان كده اما سيبه في الانفايرمنت رابيدلي ديسترويد في الانفايرمنت. عشان كده الان دايركت او الايربورن الرول بتاعهم قليل هنا او فيري ماينور رول في الترانسميشن بتاع الانفكشن. مفهوم يا جماعه؟ الانكيوبيشن بيريود برضو ما تعتبرش طويله، من يومين ل 10 ايام. نتكلم بعد كده على السسبتبيليتي والريزيستنس. الايدج هنا الموست سسبتبل هم الاولدر تشيلدرن واليونج ادلتس، يعني ايدج جروب اعلى شويه من 5 ل 15 من بتوع الايه الستريبت. هنا بنتكلم على اولدر تشيلدرن ويونج ادلتس. السكس ان سام كونتريز او سام كوميونيتيز بيبقى الديزيز اكتر في الميلز زان في ميلز، ما اعتقدش الحكايه دي واضحه دلوقتي لان السبب ما كانش بيولوجيكال ولا حاجه، لا يعني لان الميلز اكتر عرضه واكتر حركه في الكوميونتي، لكن دلوقتي طبعا الميلز والفيميلز زي بعض. الاميونتي نتكلم هنا على الاميونتي، خلوا بالكم من الجمله اللي جايه دي، susceptibility to clinical disease is low،
and decreased with age. كل ما العمر يكبر كل ما susceptibility to clinical disease بتقل. ليه؟ لأن أنا بتكلم في الانديميك areas يا جماعة، كل شوية أنا بتعرض لإيه؟ دول صغيرة من الانفكشن. الريبيتد سب كلينيكال انفكشنز دي ليها فايدة جامدة جدا، بتبني الاميونيتي بتاعتي followed by moderate or high immunity. عشان كده كل ما الإنسان كبر كل ما الاميونيتي بتاعته بقت أعلى، عشان كده بنقول susceptibility to clinical disease is low وبتقل كل ما السن تقدم. Repeated subclinical infections in لازم تبقى endemic areas، علشان لو أنا مش في endemic area مش هتعرض للrepeated infection. هبني الاميونيتي بتاعتي إزاي؟ فالrepeated subclinical infection في endemic areas هي اللي بتبني الاميونيتي وبتخليها من moderate لhigh immunity، وده كويس. لكن طبعا لو في immune deficiency عند الشخص ده لا هيبني immunity ولا حاجة، ويبقى معرض قوي للكلينيكال اتاك لو اتعرض للانفكشن، زي في الناس اللي عندهم يعني اي immune deficiency اسبلينيا او غيرها، يعني مش ضروري اسبلينيا بس. الفاكسينيشن بتدي high level of immunity، ممكن 85% او اكتر لمدة 3 سنين for the included strain في الفاكسين. انا قلت ان في عندي strains وما فيش بينهم cross immunization. اذا واما اجي اتكلم على الفاكسين، ونقطه مهمه جدا وبتيجي كتير جدا في الامتحانات، من فضلكم نهتم بيها، vaccination او عموما يعني specific prevention للepidemic meningitis بتيجي كتير جدا، وبرضو الاجابه فيها ما بتبقاش حلوه. ليه؟ معرفش ليه. المهم ان احنا بنعرف ان الفاكسينز انواع زي ما هقول كمان شويه، والانواع ديت according للانكلودد سترين بيحصل الاميونيتي. السيزن اكتر برضو السيزن بتاع الديزيز بيبقى اكتر ليت وينتر وايه وايرلي سبرينج زي معظم الدروبليت انفكشن. الاوت بريكس والابيديميكس اللي بتحصل في سيركمستانسز معينه او في جروبس معينه، ايه الكاركترستكس بتاعتها؟ وبتيجي على فكره كيس ستادز في الامتحان ساعات يقول لك على شكل كده حكايه، وكان بيشتغل في مصنع ولا قاعد في كامب، والكامب كان فيه كذا نفر في مساحه قد كده، عشان تعرف ان فيه اوفر كراودنس وما كانش فيه فنتيليشن كويس، والهايجينيك ميجرز ما كانتش قد كده، وما كانوش بياكلوا كويس، الامدادات الغذاء كانت منقطعه، اي كلام يعني في مال نيوتريشن، وكان عندهم upper respiratory tract infections other upper respiratory tract infections، ويقول لك طلع لي بقى risk factors من ايه من الكلام ده. فعلشان كده نعرف ان الاوتبريكس والابيديميكس في الconfined groups زي معسكرات الجيش او اي institutions، المدارس الداخلية، السجون، اي تجمع في ناس قاعدين ليل ونهار مع بعض وفيهم الظروف اللي انا قلت عليها ديت overcrowding، ill ventilation، lack of hygienic measures، مال نيوتريشن ما بياكلوش كويس، concurrent upper respiratory infections، كل دي بتزود الريسك of الابيديميك meningitis. الكلينيكال فيتشرز بنقول زي ما قلت من شوية، الاتاك ممكن تبقى مايلد، ممكن تبقى مودريت، ممكن تبقى سيفير وفالمينيتنج وهايلي فيتال. الانسد بيبقى صادن ومعاه فيفر. هي الاتاك كده بتمشي بستيجز، الاول بيبقى فيه نيزوفارنجايتس، المرحلة دي ما حدش يقدر يشخصها لانها لا تختلف عن اي نيزوفارنجايتس اخر. بعد كده المنينجوكوكاي بتسيب النيزوفارنكس وبتسرح في البلد تعمل منينجوكوكيميا، بعد كده بتستل في السي ان اس او في المنينجيز يعني، وبتبقى ايه البيكتشر كاملة. يعني الاول بيبقى فيه فيفر، بيبقى فيه سيفير هيدك، نيك ريجيديتي، بيبقى فيه طبعا الكونستيتيوشن مانيفستيشنز العاديه مع الفيفر، بتبقى فيه ديتيريوريشن. بعد كده بقى اما يبقى فيه منينجوكوكيميا وافكشن اوف سي ان اس، بيبقى فيه اريتيشن اوف منينجيز، بتظهر على نيورولوجيكال ساينز بالاكزامينيشن اللي هي زي كيرنكس ساين وبرزنسك ساينز، مش مهم يعني، المهم بيبقى فيه نيورولوجيكال ساينز بتدلني ان في اريتيشن للمينينجيز. لو الحاله اهملت
بيبتدي بقى الالرتنس تقل، يدخل يبتدي في كوما، وبعد كده بيبقى في دس. ده طبعا لو الحاله ما تعالجتش، تعالت للمستشفى وتعالجت على طول. طبعا ده من السيريس ديزيزز. بنقول في بعض الحالات اللي هي untreated الكونديشن بتبقى ممكن توصل لسيفير فيتال منينجوكوكال سيبتيسيميا، بيبقى فيها طبعا سيبتيك شوك والأورجنز كلها بتبقى affected، dysfunction للأورجن كلها، والهايبوتنشن وسيزرز وانكزايتي، يعني بتبقى فيتال غالبا. لو أنا جيت أبين السيريسنس أوف إبيداميك مننجيتس، بتكلم على حاجتين: الكمبليكيشنز اللي بيعملها والفتاليتي بتاعته. الاتنين مش كويسين. يعني بالنسبة للكمبليكيشنز، من 10-20% من اللي هيعدوا الأتاك اللي هم هيعيشوا والسفر permanent or long term sequelae، دي نسبة مش يعني up to 5 الحالات ممكن يعانوا من cranial nerve affection، ممكن يعانوا من paralysis, mental retardation. أنا بتكلم هنا على handicapping conditions، يعني mental retardation يعني يفضل على طول العيل mentally retarded, paralysis, cranial nerve affection، حاجات خطيرة. ممكن يبقى فيه bronchopneumonia, myocarditis, arthritis. دي بالنسبة للcomplications ونسبتها مش قليلة، up to 5 الحالات بيجيله الcomplications. بالنسبة للفتاليتي في الuntreated cases 50% أو أكتر case fatality. مع الearly diagnosis والtreatment، وبنتكلم على الدول المتقدمة طبعا اللي هي ادتنا الإحصائيات دي، نبص نلاقي الفتاليتي كام؟ من 8-15% الفتاليتيز مع حالة diagnosed بسرعة، نقلت على المستشفى، أخدت كل التريتمنت والسبورتيف ميجرز والانتنسيف كير، الفتاليتيز فيها من 8-15%. يبقى ده يعكس لي مدى خطورة الديزيز. أما أتكلم على إبيداميك مننجيتس، فتاليتيز عالية مع أحسن كير وتريتمنت، كومبليكيشنز عالية، فده بيعكس لي دايما خطورة المرض. طيب ازاي هشخص الابيديميك مننجيتس؟ انا عندي الكلينيكال بيكتشر طبعا سجستيف لو انا بتكلم على تيبيكال كيس، لكن الشور دايجنوزس طبعا ان انا اتاكد من المايكرو اورجانيزم سي اس اف اكزامينيشن وايدنتيفيكيشن اوف اورجانيزم من السبيسمنز اوف سباينال فلويد، او طبعا بالبي سي ار من البلد. الديفرنشال دايجنوزس انا قلت في الاول خالص في كلامي على المننجيتس ان في مالتيبلستي اوف ايجنتس بتعمل مننجيتس. تدخل بقى في الديفرنشال دايجنوزس معايا، يا ترى ده من ضمن البكتيريا المننجيتس ولا اسيبتك فايرال مننجيتس ولا مش انفكشن خالص، ولا ده مننجل اريتيشن بس من غير اي انفكشن اللي هي بنسميها مننجيز، يبقى ده يدخله معايا في الديفرنشال دايجنوزس. كده خلصت كلامي على الابيديميولوجي اوف ابيديميك مننجيتس او سيريبروسباينال فيفر او مننجوكوكال مننجيتس. يتبقى عندي بريفنشن اند كنترول. البريفنشن عندي جنرال بريفنتيف ميجرز وسبيسيفيك بريفنشن. الجنرال بريفنشن هقول في الكلام العام بتاعي اللي احنا عارفينه: سانيتري انفايرمنت، جود فنتيليشن للاماكن، بريفنشن اوف اوفر كراودنس. طبعا يبقى في health education of the public. يعني ايه health education؟ عارفين بنعرفهم يعني ايه epidemic meningitis، اعرفهم المانيفستيشنز، اعرفهم ازاي احمي نفسي ان في فاكسين، اعرفهم الكاف اتيكيت وازاي احمي نفسي بالجنرال ميجرز كمان مش بالفاكسينيشن بس. يبقى ده health education. بالنسبة للسبيسيفيك بريفنشن أنا عندي هنا 2 lines، في الفاكسين وفي الكيمو بروفيلاكس. الفاكسين بقى هنا الكلام نخلي بالنا منه بقى، من فضلكم بقول ده سؤال متكرر بشدة في امتحانات الصحة العامة، اللي هي السبيسيفيك بريفنشن اوف مننجوكوكال مننجيتس. الفاكسينز هنا عندي انواع سيروتايب سبيسيفيك فاكسينز اكوردنجلي الانكلودد استرين، وتواجده في الدول بيختلف، النوع بيختلف
على حسب الدولة دي عندها أي سترين. أوكي؟ يبقى استخدامي أنا غير استخدام دول أفريقيا غير استخدام دول أوروبا على حسب إيه السترينز اللي عندي، يبقى استخدم لها الفاكسينز بتاعها. أنا عندي جروبس من الفاكسين. أولاً الفاكسين ده يا إما أخده فور بريفنشن في روتين فاكسينيشن، يا إما إن ريسبونس تو أوت بريكس بنسميها رياكتيف فاكسينيشن. يبقى المسميات دي تتعرف. روتين فاكسينيشن ده فور بريفنشن عادي زي في السكيدول، زي أما أروح كده أطعم أطفال المدارس، ده دلوقتي روتين تطعيم أطفال المدارس عندنا هنتكلم عنه حالاً. أو in response to outbreaks حاصل بدي الفاكسين، هعرف ازاي برضو اسمه reactive vaccination. وقلنا ان الكونتريز بتختلف باختلاف الفاكسين السترينز اللي عندها. طيب يبقى انا عندي ثلاثة جروبات من الفاكسينز. النوع اللي دلوقتي عندي في مصر الموست ريسنت هو conjugate vaccines، خلاص بيستخدم يا إما قلنا يا إما روتين فاكسينيشن يا إما رياكتيف in response to outbreaks conjugate vaccines. النوع اللي كان عندي قبل كده اللي هو بوليساكرايد كابسولر فاكسين، يمكن كلكم المشهور أكتر اللي هو البوليساكرايد ده، مازال موجود في بعض دول أفريقيا. وطبعا احنا اتجهنا ان احنا ناخد الكونجوجيت فاكسين لان لقينا فيه ادفانتجز حلوه قوي عن البوليساكرايد كابسولر فاكسين، فغيرنا وبقينا ناخد الكونجوجيت فاكسينز بدل البوليساكرايد كابسولر فاكسين. النوع الثالث من الفاكسينز هو البروتين بيزد فاكسين، ده في بعض الدول، ده طبعا ريسنت جدا يمكن من 2013 وموجود في بعض سيرتن كونتريز اجينست تايب بي فقط، بس الفاكسينز التانية مش بروتكتيف اجينست بي. فالدول اللي لقت عندها مشكلة مع البي عملت الفاكسين ده البروتين بيزد فاكسين. طب ايه بقى الادفانتج اوف كونجوجيت فاكسين اوفر البوليساكرايد فاكسين؟ اول حاجة انه هو بيطلع اليسيت سيل ميديتد اميونيتي بجانب اللي هي الانتي بودي ميديتد اميونيتي، يبقى نوعين من السيل ميديتد اميونيتي. الاميونيتي following الفاكسينيشن بالconjugate فاكسين اطول شوي 5 سنين، هناك كنا بنقول 3 سنين، ولكن مع ذلك احنا ملتزمين ان احنا بنطعم العيال كل 3 سنين، فيعني لكن في الدراسات اثبتت ان هو فعلا بيدي longer immunity 5 سنين واكتر. المهم قوي بقى في الادفانتجز اللي هو reduction in nasopharyngeal carriage. يعني ايه؟ البوليساكرايد فاكسين القديم أما أنا كنت أخده أنا أبقى إيه؟ protected. I am protecting myself. لكن في نفس الوقت لا يمنع إن أنا أخد الكوكاي وتبقى عندي في النيزوفارينكس، قاعدة مستقرة في النيزوفارينكس واشتغل ككارير وأعدي اللي حواليا، لكن أنا إميون. أوكي؟ فدي طبعاً مش مطلوبة. أنا عايزة إن حاجة الفاكسين يمنع لي الكارج علشان يديلي to induce herd immunity. يعني ايه herd immunity؟ herd immunity دي لما طعم نسبة كبيرة من السكان النسبة الباقية اللي ما طعمتش لسبب او اخر هتبقى protected، هقطع السايكل بتاعة الانفكشن. ليه؟ لان النسبة اللي انا طعمتها اتأكدت 100% انها مش هتبقى reservoir. لكن في البوليساكرايد كابسول انشيت كانت بتشتغل ريزرفوار. ليه؟ لانها بتبقى كارير. نقطه تانية في الادفانتجز، البوليساكرايد فاكسين ما كانش افكتيف في العيال الصغيرين اللي هي اقل من سنتين، لكن هنا الكونجوجيت فاكسين افكتيف تو بروتكت اليونج اي تشيلدرن. الافيلابل فاكسينز قلت بتختلف باختلاف الانكلودد انكلودد تايب. انا عندي مونوفالنت ممكن يبقى فيه A ممكن يبقى فيه C، او التترافالنت هو دوت الشهير اللي بيستخدم اكتر، تترافالنت A C Y W 135، دول السترينز اللي انكلودد فيه A C C Y W 135. تترافيلنت دوت هو ده التترافيلنت كونجوجيت، هو ده اللي بيستخدم في مصر، نص مليليتر سبكيوتينيوس، وبيدي افكتيفنس حوالي 85% للاربع انواع اللي جواه التايبس A C Y W 135.
بكرره كل 3 سنين طالما الظروف او الشخص لسه at risk. مين بقى الناس اللي بتاخده عندنا؟ اول حاجه احنا دخلناه في المدارس من سنه 2018، بدايه 2018 بقى كومبالسر دلوقتي لعيال المدارس في بدايه كل مرحله. فيرست نيرسري بياخدوه، فيرست برايمري بياخدوه، فيرست بريباراتوري بياخدوه، وفيرست سكندري بياخدوه. ده بالنسبه لاطفال المدارس. مين تاني بياخدوه؟ اي ات ريسك جروب ادلتس بياخدوه. يعني ايه؟ الميديكال بيرسونال والباراميديكال، ما هم ات ريسك. الناس اللي بتتعامل مع فئه كبيره من الناس، كل يوم بتشوف ناس كتيره قوي، درايفرز اوف بابليك ترانسبورتيشنز، وركر ان كراودد بليسز في البوست اوفيسز مثلا، او الناس اللي شغالين في كونفايند بليسز زي الكامبس او البريزنز اللي هم قلنا ان هم ات ريسك لحدوث الابيديميكس او الاوت بريكس. طب ما دول طبعا لازم يتطعموا، يبقى دول اللي هم الهاي ريسك ادلتس. جروب ثالث مشهور قوي بيطعم من المننجايتس اللي هم الحجاج والمعتمرين قبل ما يسافروا السعوديه، بياخدوا 1 دوز قبل ما يسافروا. دول الفئات اللي عندي اللي بتاخد الايه الكونجوجيت فاكسين. النوع الثاني من الفاكسين اللي هو القديم شويه ستيل موجود في افريقيا، وبرضو انواعه جواه كذا نوع، يعني ممكن فيلنت عنده داخل فيه الاي او سي، ممكن تراي فيلنت اي سي ودبليو 135، او التترا فيلنت اي سي واي دبليو 135. برضو احنا طبعا عرفنا الادفانتجز بتاع الكونجكت عن البوليساكرايد، يعني البوليساكرايد دوت ما ندهوش لعيل اقل من من سنتين، وبيدي 3 سنين بروتكشن، وما بيعملش هيرد اميونيتي. فطبعا ده كان حافز لينا ان احنا ناخد الكونجكت فاكسين طالما يعني ليه المميزات اللي احنا قلنا عليها. النوع الثالث زي ما قلت دكتور بروتين بيست فاكسين. ايوه معلش دكتور هرزنا حضرتك، احنا دلوقتي كذا مره انكر حته الكونفايند بليسز في المينينجوكوكال، قلنا ان هي في الغالب بتبقى كونتاكت يعني انا مباشر الفيروس نفسه فراجايل، ليه بيهمني الكونفايند بليسز؟ انا ممكن اقول لان يعني انا عايزه عشان الدايركت دروب يحصل، عشان الدايركت دروبلت يحصل، ايه اللي المفروض يتوفر في الانفايرومنت اللي انت قاعد فيها؟ ناس قاعدين ملزق بعض، اوفر كراودد في مكان مقفول، قاعدين فتره طويله مع بعض. طيب الكلام ده هيحصل امتى؟ في كامب، معسكرات الجيش، السجون، تكتل المساجين في اماكن ضيقه وطبعا مش ويل فنتليتد، والمدارس الداخليه اللي هي طبعا مش مظبوطه، وايه تاني؟ بس كده. ده يعني لوجيك ان هو ده اللي انا الاماكن اللي انا خاف منها. هو بس حضرتك ليه بس مكان مقفول طالما اصلا هو في دايركت كونتاكت؟ يعني انا هحتاج في ان المكان يبقى مقفول او في تهويه او حتى كده في، يعني انت عايزه يبقى مكان مفتوح؟ طب ما هو هيبقى ويل فنتليتد. لا مش قصدي حضرتك، يعني هو المكتوب ان هو لازم يبقى confined place تمام. فيعني هل معناه ان ده شرط اساسي؟ يعني مثلا لو كان مكان مفتوح بس الدايركت كونتاكت موجود وفي تجمع تمام، يعني هل برضو المفروض نفس الكلام ينطبق؟ يعني مش شرط اساسي يعني، يعني ده اللي احنا فاهمينه لحد دلوقتي، ولا هو في معلومة بس هو تجمع في عدد كبير متلاصقين يعني مع بعض عشان الدايركت انفكشن يحصل، بس كده. اوكي لو اتوفرت الشروط تمام دي يا دكتور. حضرتك وضحت لنا ان وحده البريزن حضرتك وضحت لنا ان بيبقى عشان بيبقى في فرصه اكتر للاحتكاك مع بعضهم مش اكتر، يعني مش عشان هم اوفر كراود قاعدين مع بعض فتره طويله، بس هي حته الفنتيليشن بس هي هقول لك. يعني مثلا لو انا في زي الاستاد مثلا في ماتش كوره، ما احنا قاعدين برضو جنب بعض لكن قاعدين مده قليله وهنمشي، فمحدش بيجي له يعني ما نقولش بعد المباراه حصل مثلا اوت بريك، ما حصلش الكلام ده، ما حصلش قبل كده.
لكن عايزين ظروف الناس قاعدة فترة طويلة مع بعض. الظروف ديت تتوفر في الأماكن اللي أنا قلت لكم عليها دي، قاعدين أكلين شاربين نايمين قايمين مع بعض. أوكي؟ تمام يا دكتور، وصلت. شكرا. طيب. تمام ماشي. يبقى النوع الثالث من الجروبات او الفاكسينز البروتين بيزد فاكسين، ده قلنا ده الموست ريسنت في بعض الدول بس، ودوت للتايب تايب بي في سام كونتريز في اوروبا. وصل كده انواع الفاكسينز الجروبات الثلاثه جروبس بتوع الفاكسينز. من فضلكم من فضلكم نهتم بالحته دي لانها بتيجي كتير جدا، وبرضو وارد انها تتسال في الشفوي، ومش عارفه ليه ما بتبقاش داخله عندكم مظبوطه، وما الاجابه ما بتبقاش حلوه، مع ان انا مش شايفه ان فيها حاجه صعوبه خالص. لو انتم شايفين صعوبه خلوني اعيدها تاني، حته التايبس اوف فاكسينز وانها ثلاثه جروبس والانكلودد سترينز هي انواع جوه كل جروب للانكلودد تايب، والادفانتجز بتاعت اول نوع عن تاني نوع. الكلام ده خلاص بقى واضح عندكم؟ هو يا دكتور بس البوليسكرايد مش مكتوب فيه تفاصيل كتير، هو مكتوب بس ان هو vaccines used during response to outbreaks mainly in Africa، مش مكتوب له مميزات او اي حاجه ثانيه. طيب ما هو ملوش مميزات. احنا لو هتلاقي في الجروب الكونجوجيت الادفانتج، الجروب الثاني مذكور، مذكور فيه. ايوه ما خلاص بقى هنعيد الكلام، ما هو هو يعني لو حد قالك اتكلم على البوليسكرايد قول له الكونجوجيت بقى احسن منه عشان كذا وكذا وكذا وكذا. خلاص تمام ماشي. طيب اللاين الثاني في البريفنشن سبيسيفيك بريفنشن هو كيمو بروفيلاكتيك ايجنت الشهير جدا ريفامبيسين 600 ملي جرام مرتين في اليوم لمده يومين. كده احنا خلصنا اللاينز اوف بريفنشن. طب وات اباوت الكنترول؟ بنقول كنترول اوف كيسز وكنترول اوف كونتاكتس وكنترول اوف انفايرمنت. الكنترول اوف كيسز بنمشي عادي خالص، اول حاجه ايرلي كيس فايندينج، وعلى طول طبعا لازم النوتيفيكيشن لوكال هيلث اوفيس، والايزوليشن لازم، دي شرط ات فيفر هوسبيتال. ليه؟ لان زي ما قلنا ده سيريس ديزيز محتاج انتنسيف كير، هاخد سي اس اف، هتابع كونديشن، محتاج بارنترال ادمنستريشن اوف دراجز، يبقى لازم فيفر هوسبيتال. التريتمنت هنا هيبتدي on clinical basis، نقطة مهمة جدا، اوعوا تستنوا تقولوا لا انا لسه ما شخصتش، ده انا ما اعرفش اذا كان هو المننجيتس دي بكتيريال ولا هيموفيلس ولا ستريبت ولا مننجو، لا احنا هنبتدي on clinical basis بتشخيصي انا كده اللي انا حساه بالكلينيكال مانيفستيشن، ادي ابتدي التريتمنت عشان ما اتاخرش. وبعد ما اخد السي اس اف يعني اخد العينات بتاعتي واقوم اعطي على طول التريتمنت بتاعي. واما تطلع بقى التريتمنت ممكن اثبت الانتي بايوتيك اللي انا بداته او اغيره. يعني هنا الانتي بايوتيك اوف تشويس الثيرد جينيريشن سيفالوسبورينز او كلورامفينيكول لغايه ما تطلع الانتي بايوتيك كلتشر سنسيتيفيتي للمايكرو اورجانيزم، يا اما اثبت عليها او لو لقيتهم مش كويسين اتنقل للانتي بايوتيك المظبوط، لكن انا ببدا على طول عشان ايه ما ضيعش وقت. الريليز بتاع البيشنتس طبعا انا بكمل علاجي لغايه ما السي اس اف بيكتشر تبقى نورمال والجنرال كونديشن تبقى نورمال، ما فيش طبعا مانيفستيشن، ساعتها بعمل الريليز بتاع البيشنتس. خلي بالنا زي ما قلت ما تخافوش لو رحتوا فيفر هوسبيتال ان انتوا تدخلوا على عيان عنده مننجايتس، زي ما كنا بنودي الطلبه زمان الفيفر هوسبيتال كانوا ما يرضوش ويخافوا يدخلوا على حاله مننجايتس. الحاله ديت مثلا بقى لها 5 ايام محجوزه، خدت المضاد وخدت كل حاجه، احنا قلنا الانفكتيفيتي بتبقاش موجودة بعد 24 ساعة بس من العلاج. الكونتاكس هناخد الليستة بتاعتي المشهورة انليستمنت بالايج والسكس والفاكسينيشن ستيتس. السيرفيلانس هتابعهم هنا كل يوم اقيس الحرارة
واحد من الهيلث سنتر بيروح يتابع الكونتاكتس عشان early detection of اي حاله تظهر علشان الحق اعالجها بسرعه لمده الماكسيمم انكيوبيشن بيريد اسبوعين اللي محددها وزاره الصحه. يبقى السيرفيلانس هنا لمده اسبوعين علشان ابتدي التريتمنت لاي حاله تظهر بين الكونتاكتس. طبعا الكونتاكتس كلهم للحاله لازم ياخدوا كيمو بروفيلاكسيس is given to close contacts. طيب أمال إيه دور الفاكسينيشن اللي إحنا قلنا عليه ممكن يبقى فيه رياكتيف فاكسينيشن in response to outbreaks أو epidemics؟ إذا كان هنا كونتاكس أنا بديهم كيمو بروفلاكسز، يبقى إيه دور الفاكسينيشن؟ في حد يقدر يرد عليا في السؤال ده؟ الصوت بيقطع حضرتك. طب سمعت السؤال بتاعي؟ احنا قلنا ان في vaccination يا اما روتين يا اما reactive in response ل outbreak او epidemic. انا هنا الكونتاكس قلت هعملهم ازاي؟ هحميهم بالكيمو بروفيلاكسس، ما قلتش هحميهم بايه؟ بالفاكسين. ليه؟ لان الفاكسين هيحتاج كذا يوم لغايه ما يشتغل، لكن دول الكونتاكس كانوا محوطين حاله، يعني ممكن يكونوا أخذوا الانفكشن. أنا عايزة rapid protection. إيه اللي هيديني rapid protection؟ هو الكيو الريفامبسين، الكيمو بروفيلاكسس. أمال الإيميونيزيشن إيه الدور بتاعه during الإبيداميكس؟ دور بتاعه إن أنا هعمل mass immunization أثناء الإبيداميكس للكلوزد كوميونيتيز اللي at risk اللي لسه ما وصل لهاش الحالات. يعني دايما أنا بدي example لمدرسة ابتدائي في منطقة زي حلوان بدأ يظهر فيها حالات epidemic meningitis. هاخد الحالات أعمل لها أوديها الفيفر هوسبيتال وأعالجها. الكونتكس للحالات دي في المدرسة هدي على طول الكيمو بروفيلاكسس للكل. إنما what about الميجرز اللي أنا هتخذها لبقية المنطقة المدارس في منطقة حلوان؟ ساعتها يجي الرول بتاع الماس إيميونيزيشن، أجري بسرعة أطعم العيال دي. ده إنكس طبعا إن هم مش مطعمين، لكن دلوقتي إحنا بنتكلم إن هو بيتاخد روتين، بديهم على طول الإيميونيزيشن عشان أحميهم ويبتدي يشتغل الفاكسين قبل ما يوصل لهم الإنفكشن. هو ده الفرق بين الماس كيمو بروفيلاكسز والماس ايميونيزيشن. الماس كيمو بروفيلاكسز اهو الابيديميك ميجرز موجوده اهي، نقراها مع بعض. لما اوت بريك بيحصل طبعا بشغل الكيفر سيرفيلانس بتاعي عشان اكتشف الحالات بسرعه واعالجها بسرعه، وابتدي انشر بقى الوعي جود فنتيليشن وبريفنشن اوف اوفر كراودنس. اي مكان ممكن اتنازل عن وجود الناس فيه زي المسارح والسينمات انا بمنعه، زي ما بيحصل دلوقتي ساعات كده بيقفلوا المولات علشان الكورونا. هو ده كان بيحصل ديورنج الابيديميكس بتاعت المنجايت الزمان. بشغل بقى الماس كيمو بروفلاكسز لكل الكونتاكتس للحالات اللي انا شخصتها، لكن الكلوزد كوميونيتيز اللي انا خايفه عليها، مدارس لسه ما ظهرش فيها حالات لكن خايفه عليها. طبعا احنا المدارس الحكوميه عندنا فيها 60 و70 و80 عيل في الفصل، على طول ماس ايميونايزيشن. السجون زي ما قلت، معسكرات الجيش، مش عارفه اي كونجستد كونفايند بليسز خايفه عليها، ابتدي ادي ماس ايميونايزيشن. يبقى ده الابيديميك ميجرز اللي انا بعملها كده. احنا يبقى خلصنا المحاضرة بتاعتنا. اي سؤال في اي حاجة من اللي انا قلتها؟ دكتور لو سمحت، اي سؤال اتفضل. لو سمحت الحتة بتاعت نسبة الناس الكارير المننجايتس، هو ايه الفكرة في انه لما يزيد نسبة الكاريرز بيزيد خطر ان الانفكشن يحصل له outbreak او spread؟ لان الكاريرز reservoir of infection. اوكي، انا محافظة على
حالة المينينجايتس في الكوميونتي بنسبة 5-10%. لو زاد كده، لو زاد لي 20%، ده indication إن هيحصل زيادة في عدد الحالات، لأن الريزرفوار بتاعي في ازدياد، وده طبيعة الحال. اوكي؟ دكتور لو سمحتي، هي اصلا نورمال نورمال انهابيتنت او كومنسلز في الناس دول يعني، فهو هم دول ما انا مش خايفه من دول، انا مش خايفه عليهم، قصدي انا مش خايفه عليهم، لكن هم شغالين ايه؟ شغالين ترانسميشن للمايكرو اورجانيزم. يعني هي الفكره في الناس اللي هينجري لهم العدوى ممكن يبقوا من السبسبتبل جروبس. ايوه طبعا، لان انا بزود وعاء المايكرو اورجانيزم في الكوميونتي. تمام، ماشي، شكرا. نعم. اي سؤال تاني؟ اوكي طيب، شكرا، اشوفكم. انا مش هدي المحاضره، الدكتوره ايمان هتديها الخميس الجاي ان شاء الله 27، انا هدي بدلها محاضرتها، انا بدلت معاها، يعني هي هتديكم محاضرتها يوم 27، وانا هدي بدلها الدكتوره ايمان طاهر بتهيألي محاضرتها 1 يونيو الحد اعتقد، او غالبا الحد. فان شاء الله معادنا الحد ان شاء الله هنقول التي بي ونركز فيه كويس، علشان انا يعني زعلت من الاجابات بتاعه زمايلكم في الراوند اللي فات جدا، ده دليل ان هم يا اما ما حضروش يا اما ما فهموش، غالبا طبعا ما حضروش، لان انتوا دلوقتي انا شايفه ان انتوا 27 والجروب عندي بيبقى كام، انتوا كام راوند، بيبقى كتير، فكانت النتيجه ان اجابات بتدل على ان واحد مش فاهم حاجه، فمن فضلكم نحضر ونفهم علشان تبقى الاجابات كويسه. شكرا، شكرا قوي.